السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه شقة في بنايات التوكي في الطابق التاسع، مكونة من 3 غرف وصالون ومطبخ وحمام، 3 حمامات وبلكونتين. خلينا نشوف الشقة. الآن المدخل خلفي، هذه صالة المدخل على يمين الداخل، مكان دواليب الأحذية أكرمكم الله، وعلى يسار الداخل المطبخ، مساحته تقريبا 3 متر إلا في حوالي 3.5 متر، ومعه بلكونة. البلكونة مساحتها تقريبا 1.80 متر في 3 متر إلا، وهذه الإطلالة. هنا جبل الأرداغ، طبعا حيكون واضح أكثر من الصالون. البناية فيها 3 أدوار مواقف تحت الأرض. إحنا في الطابق التاسع. بعد المطبخ مباشرة يجينا صالون كبير ما شاء الله، مساحته تقريبا 5 متر في 7.5 متر، وهذه إطلالة الصالون على الجبل مباشرة. طبعا احنا في قلب بورصة. محطة شهري كوستو تبع المترو خلف البناية هذه. من الصالون ممكن الوصول إلى البلكونة اللي من جهة المطبخ، وإلى البلكونة الأخرى، هذه البلكونة الثانية أيضا تقريبا 1.80 متر في حوالي 4 متر، ونفس إطلالة الصالون. وعلى يمين الداخل في حمام للضيوف. هنا الممر المؤدي إلى غرف النوم، هذه أولى غرف النوم، مساحتها تقريبا 3.20 متر في 4.20 متر، وأيضا لها مخرج على البلكونة الثانية وإطلالة على الجبل مباشرة. بعد هذه الغرفة عندي هنا غرفة صغيرة، ممكن تكون مستودع أو غرفة خادمة حسب احتياج كل أسرة، مساحتها تقريبا 2 متر في 1.80 متر. هذا الحمام الكبير، هذا المكان مخصص لغسالة الملابس. هذه غرفة النوم الثانية تقريبا مساحتها 3.20 متر في 4.20 متر أيضا، ونفس الإطلالة على الجبل مباشرة. كل الغرف والصالون مطلة على الجبل. وهذه الغرفة الثالثة اللي هي تعتبر غرفة بحمام، غرفة رئيسية بحمام خاص. هذا الحمام وهذه الغرفة أيضا مساحتها حوالي 3.20 متر أو 3.5 متر في 4 متر تقريبا، ونفس الإطلالة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.